رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الأخوة والأخوات، وبدءا نهنئكم بذكرى ميلاد سيد الأوصياء وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من السائرين على خطى هذا الإمام العظيم والمتبعين لمذهبه الحق. والسلام عليكم أيضا قادة السفر قبل يومين، الأخوة ما سلمت عليهم، أشتاقكم كثيرا أخوة أعزاء، افتقدناكم كثيرا هناك في العراق، يعني تحس أنه كأن عشيرتك هي نار، يعني يمكن لي أن فترة طويلة ما قضيناها، تحس عشيرتك الحقيقية هي موجودة هناك في أستراليا، وأخوتك موجودين في أستراليا. أنا كنت أخذ وقتكم شوية، وأعرف جدا أنهم بعض الأخوة عندهم دوام لازم يرجعون للعمل، إن شاء الله ما أطول يعني، بس مواضيع مهمة لازم نحكي عليكم حتى تكون على إطلاع عليه، ونتعاون دائما أنه نكون يعني واضحين ونوضح الأمور لكم أيضا. بالنسبة للبناء يعني بداية البناء وبناء المختصر والواجهة الأمامية والنصب اللي احنا كنا يعني نرجو أن ينبني، طبعا تعرفون في سنة 2020 كانت سنة غير اعتيادية بسبب الكوفيد فيروس كورونا، وما كانت الأمور تمشي بصورة طبيعية، المهندسين كانوا مشغولين جدا بسبب الحظر، يسوي لكم تراكم بالشغل فيصير لكم تأخير بعض الأشياء، يخلوها يتجاهلوها الأشياء اللي ما بها ربح وايدهم، يعني المشاريع الصغيرة يركزون على المشاريع الكبيرة. المشكلة اللي واجهتنا بالمختصر والمقدمة وهذا المخزن اللي يسوي بقرب المسجد هو أنه كان مطلوب ستراكشر انجينيرنج اللي هو هذا المهندس الحيافي يسموه، وما كان أحد يقبل الجوب لأن الجوب صغيرة هي مو كذي يعني مو لأن احنا مثل باني عمارة أو فتشي. فكانت هذه هي المشكلة اللي تواجهنا، لكن هسه لما نجي شوي نلح عليهم هاي الحمد لله أمس وقعنا عقد مع أحد المهندسين حتى يكمل الشغل، وإن شاء الله يعني خلال يعني بركة الله الأسابيع المقبلة يكمل الشغل نوديه للبلدية حتى يعطونا الضوء الأخضر بإعداد المكان مثل ما احنا طلبناه. بالنسبة للمختصر، المختصر بالذات، المختصر ما بدنا احنا عندنا غرفة جاهزة بس عاوزين إكويبمنت بس هالشكل يعني. الآن احنا طلبنا من البلدية رسميا ان يشرح في استخدام المختصر قبل البناء، يعني حتى لو البناء يتأخر شوية اذا نقدر نستخدم المختصر، ومنتظرين ردهم، اذا وافقوا فهذا يكون فد شيء ايجابي. الموضوع المهم وانا اعتبره الاهم ايضا اللي اريد احكيه انه احنا توكلنا على الله كعنوان يعني، وبعدين ان شاء الله خلال التفاصيل، واشترينا المكان المجاور للمسجد. قبل سنة تقريبا أو سنة وشوية الجيران عرض علينا أنه يبيع هذا المكان للمسجد، وبعض الأخوة جزاهم الله ألف خير يعني وقفوا وقفة حلوة، قالوا إحنا مستعدين نشتري لأنه المسجد قد يكون صغير إلى جاليتنا، خصوصا جاليتنا في نمو وفي يعني اتساع، ولكن طبعا صارت ظروف الفيروس يعني كثير ظروف أدت إلى تأجيل هذا الموضوع. قبل شهرين تقريبا أو ثلاثة أشهر اتصل هذا قال لنا ما تبون حتى نبيعه إلى واحد غيركم. طبعا انتم تصوروا ان كان ذا يباع لواحد غيره ممكن احنا يجينا جار ياذيه، ممكن ما يسمح باي شيء، صار الولد لبناني شويه زين يعني قابل للوضعيه، بس يجوز احنا عاده يعني مع احترامات لجميع الاخوه ما نلتزم بقوانين كثيره، يعني انا بلي الاجر بالسياره ارفع الراس مع جيراننا مثلا او هنا، فاذا اجانا جار مزعج هذا يكسب منه بعد مشاكل ازيد، هذا يعني الاحتمال وارد، هذا من ناحيه. الشيء الثاني اذا باع هذا المكان الى شخص اخر معناه الشخص الاخر بعد ما راح يتخلى عن هذا المكان لفتره 30 سنه. فاحنا صرنا امام امرين، اما نتخلى عن هذا المكان ونقول بعد خلاص انه هذا المسجد هذا حجمه ما نتوسع، او لا ناخذه ونتوكل على الله وان شاء الله جايين ما تخيب مثل ما وفر هذا المكان خلال سنه او سنتين ان شاء الله هي قادره ان توفي هذا المكان. مثل ما تشوفون هسه احنا ما شاء الله يعني صلاه جمعه واليوم دوام والمسجد ما شاء الله مليان، تصوروا اذا المكان الثاني هذا يكون يعني مضمون للمسجد. هذا المسجد مثل مسجدنا هذا اللي موجود هنا مساحته 745، المبنى عندها 638 هذا المكان، ذاك المكان نصه بالضبط، ذاك المكان مساحته 380 ومبنى عندها 245، ولكن بناء جاي بطريقه كلش حلوه من بدايه المسجد الى قبل النهايه بشويه، فهذا يمكننا استخدام هذا المكان في اشياء مختلفه، ممكن يظل مثل ما هو تصير عندنا مناسبه شقريه في ذات النساء هذا المسجد به جانبين للرجال يعني هذا الفتشي، ممكن ان يكون مركز اجتماعي، ممكن ان يكون مركز للشباب،
ممكن احنا نفتح لنا باب من باب من ابوابهم، وفي نساء ايضا بابهم من فتح ابوابهم، يكون المسجد بتداخل شيء على شيء ويعني بيمتد الامام. ايضا في باك جراوند، يعني هذا المسجد هسه احنا ما عندنا مكان واحد، هذاك بشوي باك جراوند يعني حوالي 7 امتار ب 10 هيك يعني، فالمساحه كلش حلوه. ممكن يصير بيها مثلا نجيب لنا مرجوحه الجهال او زلاده او فشي حتى جهال يطلعون، والشيء الحلو هناك الجهال ما يمشي لا من بيوت، يعني هي مستريح يعني ما بيها اي مشكله. فالايجابيات كثيره بهذا المكان. اما بالنسبه للسعر، السعر هم طلبوا 650، طبعا هذا بعد مناقشات طويله وصار لنا سنه احنا يعني نريد نشتري ونظل فاضي يعني. طلبوا 650. هاي 650 على احنا ضربنا طبعا 650 شوي فالمبلغ قد يكون كبير، قد يكون ما نقدر نوفره، قد نواجه صعوبه بالبنك. احنا طلبنا منهم ان تكون فتره السيتلمنت طويله لمده 6 اشهر. والحمد لله هم وافقوا. الست اشهر فتره طويله والاوبشن بسيطه يعني، يعني احنا اذا حصلنا فلوس قبل 6 اشهر ممكن نسوي ستلمنت حتى يكون هذا المكان الا بعد ان شاء الله. هو طبعا بزنس الرجال اللي يبيع هو وكيل شخص صيني مالك له يعني، فراح يخلينا بعض الادوات بالمحل هذا من ضمن البيعه يعني، يعني اكو جكات مال سيارات اكو ادوات مال سيارات، هذا اللي يهم نتوقع اذا في بعد يجيب لنا 10000 15 يعني نقص من سعره. فاحنا ان شاء الله توكلنا على الله، وان شاء الله الاسبوع الجاي تبدا القضايا الرسميه. اليوم احنا قاعدين نجتمع وياه وتم الاتفاق على يعني التفاصيل والاشياء اللي تترك بالمحل والسعر وطريقه الدفع وطريقه السيتلمنت، والان الامر بيد المحامي وان شاء الله يتم التوقيع في الاسبوع الجاي. اذا واحد عنده اي سؤال اي استفسار في المكان ميسر ان شاء الله ميسر الله يحفظكم. انا عندك سؤال بعد؟ اي احد عنده سؤال؟ الله يحفظكم ونسال الله سبحانه وتعالى يتقبل الاعمال ويغفر لنا. هي بس هي والله العظيم يعني هي الصدقه الجاريه والباقي لنا. ويعني انا شفت العراق، العراق بلد اسلام صراحه، هسه يجوز الاخوه ما يكملون علي هاي، بس ما كنا يعني نحن صلاه جماعه وناس تحضر، ويعني انا اروح مثل المسجد اسال من احضر المسجد حتى امام جماعه مكسور من فرات اربع هناك يعني. انا الحمد لله شوي الاجواء عندي شوي روحانيه واكو توجه للدين وهنا شد غير يعني. لو ما تمسك بالدين ترى تضيع احنا وتضيع اسرنا هو بس الدين ترى، انا اللي يخلينا نتمسك هنا الاماكن هذه، غير الاماكن ما نقدر نتمسك بشيء. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.